أهلا بكم من جديد. ارتفع معدل التضخم في مصر إلى نسبة 14.4% خلال شهر يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بحسب البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء المصري الثلاثاء. ويعد هذا الارتفاع في معدل التضخم الأول من نوعه منذ 10 أشهر، وأيضا يأتي في أعقاب القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مطلع يونيو حزيران بزيادة أسعار الوقود بمعدل تراوح بين 35% و50% مطلع شهر يونيو حزيران الماضي. أيضا زيادة في الكهرباء بمتوسط 26% والمياه بنسبة بلغت 46.5%. في المئة كما رفعت الحكومة أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها. تأتي زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة سعيا لخفض عجز الموازنة تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والذي يموله بقيمة 12 مليار دولار. دعونا نتابع أهم الأرقام الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار ثم نعود لنبدأ النقاش. وللمزيد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن شريف عثمان الخبير المصري في والاقتصادي، كما ينضم إلينا عبر الهاتف رضا عيسى من مصر الباحث الاقتصادي. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ شريف عثمان. إذن ارتفاع كبير في نسبة التضخم سبقه رفع في الأسعار في مصر وربما تقليص تدريجي للدعم للعديد من السلع الأساسية، ما علاقة رفع الدعم بالارتفاع ارتفاع في التضخم بهذه النسبة الكبيرة؟ أهلا بك. يعني بالتأكيد هو ارتفاع معدل التضخم نتيجة طبيعية لرفع جزء من الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه وغيرها من يعني المواصلات وخطوط التليفونات وكل هذا، نتيجة طبيعية أن هذه الأشياء تدخل في تكلفة كل الإنتاج، فالنقل تزداد تكلفته والكهرباء تزداد تكلفتها التي تشغل المصانع، فطبيعي أن يتم نقل هذه التكلفة إلى المستهلك وبالتالي ترتفع الأسعار، فهو إذا نتيجة طبيعية. المشكلة أن الأمر لم ينتهي عند ذلك، فنحن نتوقع رفع جزء آخر ويمكن أخير قبل نهاية يونيو حزيران من العام القادم 2019، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار مرة أخرى في أغلب السلع في السوق المصرية. وبالتالي ارتفاع أيضا في نسبة التضخم أعتقد. بالتأكيد بالتأكيد. طيب أي تداعيات لهذا الارتفاع في التضخم على المقدرة الشرائية للمواطن المصري؟ كيف ينعكس ذلك على المواطن المصري؟ التداعيات حدثت بالفعل من قبل ومستمرة، وهي في ازدياد انخفاض مستويات المعيشة لدى أغلب المواطنين، نزول فئة كبيرة تحت خط الفقر، اختفاء تام للطبقة الوسطى ونزولها باتجاه الطبقات الفقيرة. يعني كمان للأسف بتكون هناك تبعات غير اقتصادية، بتكون هناك تبعات اجتماعية نتيجة لضعف قدرات المواطن المصري لأن لم يتم تعويضه مع ارتفاع الأسعار، وبالتالي يكون يعني تنتشر الفساد وتنتشر الجرائم ويتأخر سن الجواز وتتفشى الأخلاق السيئة، يعني نتائج سيئة جدا للأسف. وإحنا شفنا يعني النهاردة بيتزامن مع إعلان التضخم المرتفع جرائم لم يألفها المواطن المصري من قبل، من سرقة أعضاء ولا أطفال، يعني فللأسف هذا الاتجاه قد يزيد في الفترة القادمة. أذهب للأستاذ رضا عيسى الباحث الاقتصادي من الإسكندرية. تحدث ضيفنا على تبعات أو تداعيات ربما
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها لرفع الأسعار والارتفاع نسب التضخم، ولكن هل الحكومة فقط هي من تتحمل هذه المسؤولية؟ هل توجد أطراف أخرى ربما يمكنها أيضا أن تتحمل جزء من المسؤولية؟ أهلا بحضرتك وتحية للضيوف الكريم والمشاهدين الكرام. خلينا نقول مفارقة طريفة إن وسائل الإعلام المصرية بعضها أو كثير منها يتحدث عن انخفاض نسبة التضخم، وده غير حقيقي. عشان نوضح الصورة للناس ونعرف مين هيتحمل إيه، وتأكيدا لكلام ضيوفك العزيز من أمريكا، خلينا نقول إن في مؤشرات فرعية أعلنها الجهاز المركزي النهارده لما اتكلم على نسبة التضخم. يعني إيه مؤشر فرعي؟ قال إن أسعار النقل والمواصلات زادت بنسبة 46% عن شهر يونيو من العام الماضي. نعم. أسعار الرعاية الصحية زادت 14% عن يونيو من العام الماضي. أسعار الحبوب والخبز زادت 17% عن العام الماضي. أسعار الشاي والبن والكاكاو زادت 15% عن العام الماضي. ده معناه إن في حاجات كبيرة بتحصل بالإضافة للي حصل السنة اللي فاتت 30% بتاعت ما بعد تعويض العملة وغيره. نعم. بالإضافة برضه الكلام ضيوفك الكريم، في عوامل إضافية جديدة ستزيد نسبة التضخم في الفترة المقبلة. منها مثلا الحصيلة الضريبية المفروضة 160 مليار جنيه الجديدة في الموازنة العامة. دي هتضيف كل الأسعار للمستهلكين بتحصل في هذا المؤشر شمازل الضرائب والرسوم. فبالتالي سترتفع بخدمة الضرائب والرسوم الجديدة المفروض تحصلها في الموازنة الجديدة. فنسبة التضخم ستزداد. نعم، دعني أعود للأستاذ شريف عثمان في واشنطن. برأيك على ماذا اعتمدت الحكومة المصرية في إعلان هذه الأرقام؟ هل يتم ذلك اعتماد على خبراء وعلى مؤسسات مختصة في هذا المجال؟ وأيضا يعني اعتماد على معايير دولية في هذا الموضوع؟ هناك خبراء كثيرون يقولون بأن الأرقام ربما تكون أعلى بكثير. برأيك هل هذه الأرقام دقيقة؟ هل يمكن الوثوق بها؟ يعني اعتقد ان مفيش مجال ان هم يصدروا ارقام خاطئه، لكن واقع الامر قد يكون ان التضخم يرتفع بالتدريج، فلن يحدث كل الارتفاع مره واحده، ولن نلحظ تاثير رفع الدعم او جزء من الدعم في الفتره السابقه ورفع اسعار الوقود والكهرباء في شهر واحد. قد يزيد المعدل في الشهر القادم والشهر الذي يليه. ولاحظ ان التاثير يكون او الاعلان عن الرقم يكون مقارنه بالشهر المماثل من العام الماضي. نعم. فالذي ارتفع الى 14.4 هو التضخم السنوي. اذا نحن نقارن اسعار يونيو حزيران الحالي او 2018 بيونيو حزيران 2017، وبالتالي يعني اتصور ان تاثير ارتفاع الاسعار سيظهر في الشهور التاليه الشهر القادم والذي يليه. طيب اعود الى الاستاذ رضا عيسى من مصر. هل توجد أسباب أخرى ربما لهذا التضخم الكبير؟ بمعنى آخر، هل أصابت مصر مثلا في اتخاذ قرار تحرير صرف أو سعر صرف النقد الأجنبي في نوفمبر 2016؟ وأنت تحدثت منذ قليل عن تعويم الجنيه، هل هذه القرارات كانت جميعها صائبة برأيك؟ خلينا نقول أن قرار تعويم الجنيه سبقه فرض او زياده ضريبه القيمه المضافه، وسبقوا في نفس السنه بايام او اسابيع او شهور قليله رفع الدعم جزئيا، فكان عندي على الاقل ثلاث عوامل ترفع الاسعار من البدايه، عشان كده قفز الاسعار ل 30% تضخم 30%. خليني بس بعد اذن حضرتك اعلق على حاجه مهمه. اتفضل. طريقه احتساب نسبه التضخم، احنا عندنا جهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ينزل تقرير عن نسبة التضخم، وعندنا البنك المركزي ينزل تقرير برضه عن نسبة التضخم، والاثنين فيهم اختلاف نتيجة اختلاف المنهجية. نعم. البنك المركزي على سبيل المثال بيستبعد بعض السلع والخدمات من المؤشر اللي بيشتغل عليه. نعم. بينما الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستبعدها. هذا غير المركزي للهيئة التعبئة العامة والإحصاء. أما الشيء الخطير والسيء جدا
فهو تناول الإعلام لهذا التقرير. تقرير الجهاز المركزي للتعبير العامة والإحصاء هدفي للغاية. بيتكلم عن زي ما تفضل ضيفك الكريم معدل التضخم مقارنة بالشهر الماضي يعني مايو 2018 وكمان بالإضافة إلى المقارنة ب 2 يونيو 2017 التضخم السنوي. الإعلام بتاعنا بكل أسف بيركز على المقارنة الشهرية ومعروف إن في المقارنات الشهرية نسب التغير بتبقى محدودة نسبيا، أما في المقارنات لفترات أطول بتبقى النسبة أكثر وضوحا وأكثر تعرفها أكثر. المشكلة عندنا في التناول الإعلامي الموجه، فإحنا عايزين نوعي للناس إن برغم إن انتهى المواصلات زادت بنسبة 46% كما يقول جهاز مركز المحاسبات تحصل إنما إحنا مش عايزين نتكلم على دي، خلينا نتكلم على نسبة بالمقارنة بمايو اللي فات وفات نتكلم على 31 ولا ندعي انخفاض نسبة التضخم. أستاذ شريف عثمان، برأيك هل تملك الحكومة المصرية أي خطط لمجابهة هذا التضخم المتزايد والمرتفع في ارتفاع في نسب التضخم، وأيضا التحكم في تقليص هذا التضخم أو التحكم فيه على الأقل؟ هل لديها أو تملك من الخطط ومن الأدوات ومن الإمكانيات لتحقيق ذلك؟ يعني اولا لو نظرنا الى خطط الحكومه للتعامل مع التضخم فيما يخص تخفيف العبء على المواطنين، فكان يفترض ان توجه بعض المبالغ يعني عن طريق برنامج تكافل وكرامه وغيرها. صندوق النقد يفرض على الحكومه انها تدعم المواطنين نقديا بحوالي 80 مليار جنيه، لم يحدث دعم بهذا المبلغ، واعتقد ان ضغط فوائد الديون الكبيره على الموازنه المصريه منعت توجيه مثل هذه الأموال للمواطنين، وبالتالي يعني في ظلم هنا وقع على المواطنين. أما فيما يخص تعامل الحكومة مع التضخم من أجل تخفيضه، فهو الحكومة دأبت على رفع معدلات الفائدة على الجنيه المصري كلما واجهها التضخم مرتفع، ويعني هم ادعوا ان ده كان السبب في خفض التضخم بعد ان وصل الى 35% العام الماضي، ويعني اعتقد ان هذا الادعاء غير صحيح، حيث ان الانخفاض كان بسبب مرور عام على سنه الاساس، وبالتالي يعني كان نتيجه طبيعيه ما لهاش دعوه برفع معدلات الفائده. المشكله الاساسيه بقى في هذا الوضع ان علاج الحكومه دائما ينصب على اعراض المرض، أعراض المرض الممثلة في أرقام التضخم اللي هي نتيجة لارتفاع الأسعار، ده عرض للمرض الأساسي. أما المرض الأساسي فهو ضعف الإنتاج، زيادة الاستيراد، ارتفاع تكلفة الواردات بعد ارتفاع قيمة الدولار، كل دي أشياء تزيد من ارتفاع الأسعار وتزيد من إحساس المواطن بالتضخم، ويجب التدخل هنا لعلاج المرض حتى يعني تزداد قيمة الجنيه مرة أخرى، وده لن يحدث أبدا إلا بتخفيض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات حتى يرتد للجنيه بعض قيمته، وبالتالي يشعر المواطن بتحسن في مستوى معيشته. أعود إليك أستاذ رضا عيسى، هل ما تفضل به ضيفنا من واشنطن قادر على التحقيق اليوم في مصر؟ هل قادرة مصر اليوم على الزيادة في نسب الإنتاجية وعلى ربما تطبيق طلبات صندوق النقد الدولي بالطريقة التي أراد هو طلب التخفيض ربما في نسبة الدعم، ولكن أيضا طلب توجيه العديد أو نسبة كبيرة من الأموال لتخفيف الضغط على المواطنين؟ الحكومة المصرية لم تفعل هذا. الحقيقه ان قرارات الحكومه دخلتنا مفروض مرفوض، يعني كل الاسباب اللي انا قلتها من شويه عن اسباب ارتفاع الاسعار او نزول التضخم هي في واقع الامر كلها تصب في ارتفاع تكلفه الانتاج. احنا الانتاج ارتفع تكلفته على المنتجين وعلى المستورد على كله، فبالتالي اصبح الموضوع مش معادله ماليه. لما نزود سعر الفايده على الجنيه المصري عشان نسحب فيها من السوق، انت كاني بتكلم على مريض عنده كلى بس حضرتك الدكتور بيديه دواء خاص بضغط العين. انت زودت التكلفه على المنتجين اصلا ببساطه شديده، تزود ضريبه قيمه مضافه وتشيل دعم وتزود تعاون عمله، كل دول مع بعض ده بالتاكيد زود التكلفه الانتاجيه. هتنافس ازاي في ظل هذا الموضوع؟ طب القوه الشرائيه للمستهلك
تشتري اكتر، انت عايز تشتري، عايز تنتج اكتر، وعايز المشاركين يشتروا اكتر. هيشتري ازاي؟ ده كان معايا 1000 جنيه صباح الصبح لقيتهم بيساووا 600 جنيه، والصبح اللي بعديها لقيتهم بيساووا 500 جنيه و400 جنيه، وما فيش اي علاج. يعني الكلام المسكنات اللي عملناها كعلاج في الكرامه و الكلام ده، وحتى زياده الاعفاء الضريبي بقيمه 1000 جنيه سنويا او اقل من كده، بما يعني تقريبا 100 جنيه تقريبا ضرائب الدولة استغنت عنها الموظفين في على مدى سنة 100 جنيه في السنة. كل هذا الكلام لن يعوض شيء. قيمة مدخرات المصريين انخفضت بنسبة ضخمة للغاية ولا زالت مستمرة في الانخفاض. احنا عندنا مشكلة مثلا قاعدة عرض المشكلة وزي ما طبعا نتيجة سياسات الحكومة، ان انا عندي قانون خدمة مدنية بطلع من الحكومة المصرية وبالاتفاق مع البنك الدولي، قال ان نسبة زيادة المرتبات كل سنة لا تتجاوز 7% في الحكومة الستة مليون موظف، وحاول تجلس ان 7% بعد حرب عنيفة في مجلس النواب بيبيعوا من 5 إلى 7، ده من 5 إلى 7 حتى مع ادعاءات الاعلام المعارضة من التضخم 14%، مش 14 زائد 30 سنة كده، انت بتبيع نص متعوضني فقط عن نص تضخم زي في الاسعار، يعني في اخر ايام مرتبي انخفض. الحل في تقديري كبير قوي، قرارات الحكومه بتتاخد بطريقه موظفين بيتكلموا بسرعه، ومفيش ربط اقرب نسبه التضخم. ده حاجة مهمة لغاية يجب أن نلتفت إليها. نعم، وربما أيضا الأزمة، هذه الأزمة الاقتصادية، هي ليست فقط أزمة سياسات ولكن أيضا أزمة إمكانيات أيضا للحكومة المصرية. أشكرك جزيل الشكر رضا عيسى الباحث الاقتصادي من الإسكندرية، وأشكر أيضا شريف عثمان الخبير المصرفي والاقتصادي كان معنا من واشنطن.